بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهارده دروسنا عن السي بلس بلس. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن البوليان فاريبل والكونديشنال ستيتمنت واللوجيكال اوبريتور. النهارده هنتكلم عن حاجه شبههم شويه، بس الحاجه دي بتسهل لي طريقه البوليان شويه. انا البوليان عندي يمكن في ناس كتير ما بتحبوش ان انا اعمل بوليان اوبريتور بالشكل دوت واستخدم له كونديشنال ستيتمنت اللي هي بعلامه الاستفهام دي. في ناس كتير ما بتحبهاش وناس كتير جدا ما بتستخدمهاش. طب انا علشان اسهل على نفسي، في دوال جاهزه جوه الفيجوال سي او سي بلس بلس عموما بتنفذ العمليه دي بسهوله. اول داله بتنفذ لي موضوع الكونديشنز دي بسهوله حاجه اسمها الايف كونديشن. ايه الايف كونديشن؟ من اسمها ايف، يعني لو. لو دي انا مجرد ان انا بديها الشرط اللي انا عايزه. ادي الشرط اللي كنا عاملينه المره اللي فاتت، هناخده كده كوبي ونحطه هنا. انا اديتها الشرط اللي انا عايزه، بس في حالة ان الشرط ده اتنفذ انا عايزها تعمل ايه؟ هبدأ اخد كوبي كده من اللي انا كنت عايزه يتنفذ، تمام؟ طب غير كده، في حالة ان هو ما تنفذش، ببدأ اقول له غير كده اللي هي else. see out مثلا false، وهعمل end line. هبدأ بس اشيل الحاجات الزيادة دي. طبعا دلوقتي لو جيت اشغل هي نفس فكرة الconditional statement، بس مع فرق ان انا حطيت if بدل ما كنت بحط علامة الاستفهام. دي منظمة اكتر ومرتبة اكبر. لو حطينا 25 طلع لي true. طبعا اقدر احط الكلام اللي انا عايزه هنا في الcondition والكلام اللي انا عايزه هنا في حالة الelse. يبقى الif else دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انا بقول لها لو شرط معين اتنفذ نفذ لي كذا، طب لو ما تنفذش نفذ لي كذا، تمام؟ عايزين نعمل برنامج صغير بالإف كونديشن بيدينا مثلا ان انا ادخله رقم. لو الرقم ده زوجي يكتب لي ان الرقم زوجي، غير كده يكتب لي ان الرقم فردي. طيب يبقى انا كده لازم احدد الاول المشكلة بتاعتي عشان ابدأ اشتغل على البرنامج. هنمسح ده كله كده ونبدأ نفكر الاول. ادي التفكير بتاعي ببدأ احطه في كومنتات. انا محتاج ايه؟ I need a number from user. انا محتاج اليوزر يدخل لي رقم. طب ايه العملية اللي انا هنفذها؟ انا الرقم بتاعي امتى يبقى زوجي؟ لما بيقبل الاسم على اتنين. يبقى need to check النم ده مد اتنين equal zero or not. طب ايه الاوتبوت اللي انا هخرجه؟ هقول له if النم مد اتنين يساوي زيرو out even number else out odd number. تمام كده انا حددت المشكلة بتاعتي كاملة علشان ابدأ انفذ الحل عليها. طيب هنبدأ نمشي على الخطوات دي. انا الرقم اللي انا هدخله انت نمبر اهو، هبدا اقول له هعمل تشيك على الرقم اذا كان بيقبل الاسم على اتنين ولا لا. هبدا اقول له if، او الاول هخلي اليوزر يدخل الرقم سي ان للنم. هبدا اقول له if النم ده موديولس اتنين ايكوال ايكوال زيرو سي اوت ايه even number. غير كده see out odd number. وادي end line اهو، وهبدأ اشغل. هدخل له مثلا 11، بس يشتغل 11 اهو، طلع لي ان الرقم بتاعي اود. هدخل له دلوقتي رقم زوجي، هدخل له 14 مثلا، طلع لي ان هو ايفن نمبر. لازم ناخد بالنا يا جماعه من حاجه، الشرط بيتنفذ بشكل صحيح لما يتحط بين قوسين. ليه؟ علشان اقول له ينفذ لي الشرط كامل على بعضه. طب انا لو شلت الايكوال ايكوال زيرو دي، لو شلت الايكوال ايكوال زيرو دي ايه اللي هيحصل عندي؟ اف نم مود 2، نم مود 2 دي هترجع لي ايه؟ يا 0 يا 1، صح؟
الزيرو والوان دول ما بيفكرناش بحاجة؟ البوليان. البوليان اكسبريشن ينفع استخدمه جوه من غير ما اسويه بحاجة. في حالة ان القيمة اللي طلعت جوه الفاليو دي بواحد او باي رقم غير الصفر، يبقى الشرط ده اتنفذ. لو طلعت بزيرو الشرط ما اتنفذش. تمام؟ طب نجرب كده. بس هاجي هنا اقول له ايه؟ هعكس الاود والايفن مكان بعض. طب ليه انا عكستهم؟ لان لما النم مود 2 ايكوال ايكوال زيرو او طلعت بزيرو، لا صح هو ايفن او لا ايفن، لا غلط. النم مود 2 لو بتساوي واحد هيبقى ترو. في الحاله دي هي ايه؟ اود نمبر. طب لو بيساوي زيرو هتبقى ايه؟ فولس. يبقى في الحاله دي هينفذ الالس. نجرب كده نرن. هدخل 12 طلع لي انها ايفن. نجرب ران كمان مره، هدخل 11 هيطلع لي ان هي اود. ليه؟ لانه هنا بدا يشوف بين القوسين كده ال11 مود 2 طلعت بواحد يبقى ترو. تمام. طب لما شاف ال12 مود 2 طلعت بزيرو يبقى فولس، في الحاله دي نفذ مين؟ الالس بتاعتي. طب هو انا كل اف كونديشن لازم يبقى ليها الس؟ لا، افرض ان انا مش عايز عكس الشرط، انا عايز الشرط لوحده، انا مش عايز عكسه كمان. تمام. في الحاله دي انا بستخدم الاف بس ومش محتاج ان انا استخدم الالس. طب نفرض ان الاف بتاعتنا في اكتر من شرط، يعني اكتر من سطر هيتنفذوا بناء عليه. يعني انا لو جيت هنا عايز بعد ما يعمل لي سي اوت اود هقول له سي اوت مثلا هاي. تمام. بصوا الالس طلع لي عليها ايرور ازاي. ليه؟ لو حطيت اكتر من سطر بعد الاف بيعتبر ان الالس دي مش تبع ليها، بيعتبر ان هي مش جزء منها، مش كيانها، مش تبعها. في الحل علشان الموضوع ده ان انا اقلب الجزء ده لبلوك وابدا احط عليه اقواس بالشكل ده، ان انا بحط اقواس قبليه وبعديه بحيث ان يتعرف ان الجزء ده كده تابع للاف. مجرد ما ينتهي القوس بتاع الجزء بتاع الترو يبدا يدخل في الالس. طب الالس برضو لو فيها كذا سطر ابدا احطهم في بلوك منفصل لوحده. تمام. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.